ان انا لو الجسم بتاعي في جسم متمدد طب الطول بتاع
النقطة دي مين؟ دي النقطة اللي عندها واي بتساوي ال
التكامل اللي راجع هيتعمل مع التكامل
واحد. دكتور وانا مثلا لو احتجت السكام وعملته بالآلة طلعني النتيجة على طول. لو انت احتجت السكام وعملته بالآلة وانا مش عارفه التزييف، التزييف مش وشه تاني؟ بشوف التزييف تاني يبقى ده راح لجنبك مش الآلة. بالنسبة لي انا جبته منين؟ ازاي هجيله من الجنب؟ حل سافر في مسافات بيني وبين الجامعة. لا يا راجل. في موبايلات بقى استنى عايز. يعني ما ينفعش خالص؟ ما انت عملته ازاي؟ بالآلة. هو انت بتتصرف بالآلة، انا بديك كل الترم ده صوتي رايح عشان ادي تجزية وكسور وكلاب كانوا القلم. ما انا كان ممكن اوفر كل المحاضرات اللي النشرة دول واقول لك في محاضرة واحدة يا ابني استخدم الآلة عشان كسر كسر. ما ينفعش انت بتمنعني عن ايدي الكلام ده لما تبقى مهندس كبير وفهمت ايه اللي بتعمله. تمام؟ لكن اعدادي على دلتا واي سكوير. بص دي دلتا ايه على دلتا واي
يبقى مين الـ هو ذكاء الجذر هو 6 زي اكس بين 0 على 4 للدرجة
دي اكس على دي اكس واي دي واي بس يبقى دي اكس واي دي واي شفت خالص كده.
طب ايه الواي دوت؟ 3 ساين سكوير تي. 3 ساين سكوير تو كوساين. حسبت الاكس دوت وحسبت الواي دوت زي ما عملت في الاكس عملت الواي. ايه الخطوه اللي بعديها؟ 4. يبقى مين اكس دوت سكوير؟ مربع الثالث هو يبقى 9 ساين 2 كوساين اكس 4. والواي دوت فين؟ هتبقى 9 ساين هي الاس 4 في كوزاين اس 2. الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ اجمع وراها عشان اللي بعد كده هيكسب. يبقى اس دوت سكوير بلس الواي دوت سكوير. لو في حاجه في الثالث كوم فاكر كوم 9 ساين سكوير كوزاين اس 4 و9 9 ساين سكوير كوساين سكوير. صح، أول 9 تنفع، والساين سكوير كلها تنفع. وكمان الكوساين بس سكوير منهم ينفع. مين اللي قايل الترم الأول؟ ساين سكوير كوساين سكوير. ده بقيله مين؟ زائد مين؟ اللي هو اللي باقي بتزيد كوساين تربيع، أنا قربت كل ده. واللي باقي اللي ده ساين سكوير. اجمع كوساين سكوير زي ساين سكوير. هيبقى كوساين تربيع زي ساين تربيع. خد بقى الجذر يبقى 3 ساين كوساين. يبقى ايه كام؟ ب 3 ساين كوساين ب سي من 0 لباي على سي. طبعا دي سهله مش محتاجه اي قوانين ولا حد يقدر يجيبها ولا في زاويه ولا يجيبها حاجه. دي اللي انا حفظتها على طول. يبقى الساين دي مطلوب تفضلها يبقى 3 على 2 ساين سكوير من صفر باي على 2 يبقى 3 على 2. خلاص؟ لو شلت ال يا جماعه الجزء 3 بس انا هتعامل مع الارقام مع الارقام دي بس. ندخل على المسائل بقى ونشوف حاجه بس عليها. دكتور ها؟ الكوزاين وطلعت الاكس ساين. الكوزاين وطلعت الاكس ساين. لا دي اخر خطوه. لو خدت الكوزاين هتيجي دايما الروت هيضيع مع الباور. ايوه هو مش هتيجي دايما في حاجه ده كنت كتير عايز اتفرج يا ابني. ايوه وش طبعا مش لا مش طبعا ايه اللي خلاها طبعا هجيب لك الاجابه السريعه. يا عم اروح ايه انا شهر ده هيجي الترم الاول هننزل القصر يبقى نص في اكس نص نص اللي هي جذر.
بس الربع ده مضروب في كام؟ في 2 يبقى ناقص نص زائد المربع الثاني اللي هو اس على 4. ها كده وهي ما عملش الطبعه غلط. غلط. لا في حاجه غلط؟ لا صح. ليه؟ عشان ناقص نص ده هيتحول لموجب نص لما يطلع واحد يبقى هو ده نفسه اللي فوق ده مين؟ يبقى واحد زائد واي داش كام؟ هو 4 على 4 اكس برضه زائد نص زائد اس على 4 اللي هو مينس سكوير. حاضر واقفلها زي ما بالظبط بس بالبلس. عشان لما اجي اجيب الاس بقى وانت بتحل تمارين الكتاب مش شرط ان دي ال اول مساحه الاولانيه
أربعة كل رقم لو بقى لقيت السكوير أربعة وربع الأول اتنين في الأول في التاني زائد مربع التاني وزائد التاني. طب طوال نقطة دي بكام؟ أربعة ساين سكوير سي. هنعمل إيه بعد كده؟ هنجمع أقلش النقطة دي بقت واي نقطة دي. مين اللي ينفع يكسب بره؟ لا بأس. فتعالى الكبار. واحد ناقص اثنين كوزاين تي كوزاين تربيع زي ساين تربيع. الأربعة دي خرجت بره والأربعة دي خرجت بره. مين اللي ناقص؟ اثنين ناقص اثنين. الساين سكوير زي كوزاين سكوير بكام؟ واحد. في واحد موجود يبقى اثنين ناقص اثنين كوزاين تي. يبقى 8 واحد ناقص كوزاين تي. أو جذر الشيوخ. مع اللي جه؟ ها؟ ده حقيقي؟ لازم. واحد ناقص ليه اتنين ساين سكوير نص الزاوية. الواحد ناقص كوزاين دي لما اتعاملنا معاها في زمان وبعديها قلنا الواحد ناقص كوزاين بمين؟ باتنين ساين تربيع زي على اتنين. لما يكون ده 16 ساين تربيع يبقى مين الجذر بتاعها؟ 4 ودي ثانية بس هي 4 ساين تربيع يبقى مين الاس؟ راحت ال 2 باي 2 باي تكامل مين الواي بتاعتك؟ 2 باي واي كامل مين الواي؟ الواي كامل المسألة ده قد سي 2 ومين الدي ده؟ هو الجذر بتاع ده؟ ها مين اللي عندي بقى؟ 4 4 16 باي 90 اعمل ايه؟ احلها ازاي؟ هحول الواحد ما ينفعش بقى تعمل دلوقتي مع واحدة دي على اتنين واحدة دي لازم لازم احول مين اللي تعالى يحول لتاني؟ دي عشان الواحد ناقص كوزاين تي دي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها سواء منهم بيساوي كام؟ صح اتنين ساين سكوير تي على اتنين يبقى مين اللي بره التكامل؟ يبقى في 32 بره وفي ساين تكامل جوه الزيرو الزيرو الكبار دي كمان ازاي بقى؟ بص انا عايز المساله يا جماعه عايزه اجيب حاجتين الزيادة عشان فيها احسب الاسم الزيادة لوحدها من اكس نقطة تربيع زي واي نقطة تربيع خلاص وبعد كده هحسب الجذر من المجموعة لو انا طلب مني بس طول المنحنى كنت هعمل ايه؟ مين طول المنحنى ده؟ كان هيبقى تكامل 4 ساين تي على 2 تي تي وبس من 0 تي كوب طب ومنها دولة المساحة الأولانية ماشية على النهاردة يبقى لازم اضرب في 2 باي 1 الزي ال دي الزاوية الزاوية بتاعت تي دي من 0 ل 2 باي قبل ما تتكامل انا استخدمت المطلقة يعني لو انت عندك ساين سكوير رحت حاطها لي جوه واحد ناقص ساين سكوير ما عرفش حاجة لو خدت اي حاجة جوه الساين اكس كوساين اكس قلت لي ده في نص وساين ده في الزاوية انت عوضت اللي انت عملته في الكو اتش دي لكن ما غيرتش في الدي اكس
زينه. تبقى زينه كام؟ اضرب اليمين. بتضرب ديك مين؟ صح؟ اه. زين. طب لما كانت الزين اتنين بار. ده بار. What else?
هتذاكر كده في الاول يعني؟ لا اشتغل في الاول. اسهل منه بقى؟ اسهل كتير. لا كتير من الاول.